بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي دولة قطر، قسم العلوم العامة بالمدرسة. تهدي المدرسة وقسم العلوم العامة لطلاب الصف الثاني حل التدريبات الإثرائية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017-2018. يقدم القسم هذا الفيديو، هو حل لمذكرة التدريبات الإثرائية لهذه الاختبارات. وتتمنى المدرسة ويتمنى القسم قسم العلوم العامة لطلاب المدرسة الأعزاء وطلاب الصف الثاني بالتحديد دوام النجاح والتوفيق، كما يتمنى لهم القسم والمدرسة أيضا النجاح والتوفيق في اختبارات نهاية العام القادمة. يقدم لكم حل هذه التدريبات الإثرائية الأستاذ خالد زكريا، معلم الصف الثاني بالمدرسة. قبل أن نبدأ حل هذه التدريبات الإثرائية، اختبار نهاية العام للصف الثاني الابتدائي إن شاء الله سيتكون الاختبار من 5 أسئلة. السؤال الأول سيكون عبارة عن سؤال اختياري، السؤال الثاني سيكون عبارة عن سؤال توصيل بين عمودين، السؤال الثالث سيكون سؤال صح وخطأ، يضع عبارة صح أمام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ أمام العبارة الخاطئة، السؤال الرابع سيكون سؤال صندوق الكلمات، والسؤال الأخير اللي هو السؤال الخامس في الاختبار اللي هو سوف يكون الأسئلة المقالية. ده الاختبار أو الأسئلة اللي هتيجي إن شاء الله في اختبار الصف الثاني لطلاب المدرسة إن شاء الله. هذه التدريبات الإثرائية فيها أمثلة كثيرة ليتدرب الطلاب على حل هذه الأمثلة، وعلى وهي عبارة عن أسئلة مشابهة لأسئلة الاختبار حتى يتدرب الطلاب في المنزل على هذه الأسئلة. نرجو كذلك من طلابنا الأعزاء اللي هم يدخلوا على موقع المدرسة ويعيدوا تحميل المذكرة وهي فارغة علشان يحلوها مرة واثنين وثلاثة لكي يتدربوا عليها، وكمان موجود بموقع المدرسة هيلاقي المذكرة كذلك في نسخة PDF محلولة لو الطالب حابب يتأكد أو ولي الأمر في البيت حابب يتأكد أن حل ابنه حل صحيح أو حل خاطئ. نبدأ إن شاء الله حل المذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الأول بأول سؤال اللي هو اختر الإجابة الصحيحة وضع علامة إكس داخل المربع. هيجي لي السؤال بهذه الصيغة، سؤال داخل صندوق، ده السؤال وهذه الاختيارات بيكون عنده 3 اختيارات، اختيار A واختيار B واختيار C. بيقرأ الجملة ويقرأ الاختيارات وبعد كده يقوم باختيار الاختيار الصحيح، سواء ان هو يضع علامة اكس داخل المربع او يظلل المربع او يضع دائرة او يضع اي علامة واضحة توضح الاختيار اللي هو اختاره الطالب، لكن الشرط ان الطالب يختار اختيار واحد فقط. لو الطالب اختار اكثر من اختيار، يعني لو الطالب اختار اختيارين، هيعتبر السؤال بتاعه سؤال خاطئ ومش هياخد عليه درجة، حتى لو في ضمن الاختيارين اللي اختارهم الاختيار الصحيح لا تعتبر الاجابة بتاعته صحيحة، تعتبر خاطئة. يجب على الطالب اللي هو يختار اختيار واضح واختيار واحد فقط ويكون اختيار واضح. نبدأ الان حل الاسئلة. السؤال الاول، مكان تعيش فيه الكائنات الحية وتوجد به حاجاتها، المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي ويوجد به حاجاته. الاختيار رقم A الربيع، الاختيار رقم B الموطن، الاختيار رقم C الانصهار. ايه هو المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه حاجاته؟ ايه هي حاجات الكائن الحي؟ حاجات الكائن الحي اللي هي الماء والهواء والغذاء والمأوى، دي الأشياء اللي بيحتاجها الكائن الحي. إيه هو المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه حاجاته؟ طبعا هيكون الإجابة اللي عندنا هي الإجابة رقم B اللي هي الموطن، فنختار الإجابة رقم B اللي هي الموطن. اختار
المطار، الإجابة رقم بي اللي هي الموطن. سؤال التالي: الأسماك تستطيع العيش في الماء والتنفس بسبب وجود. الاختيار رقم A الجلد السميك، الاختيار رقم B الرئتين، الاختيار رقم C الخياشيم. الأسماك على عكس مثلا الإنسان أو الحيوان بتستطيع اللي هي تعيش في المية وتتنفس في المية، تستطيع اللي هي تاخد الأكسجين اللي موجود في المية. إزاي الأسماك ده الأسماك بتعمل الشيء ده؟ لأن الله عز وجل وهب لها في جسمها جزء مخصص يقوم بهذه العملية، اسمه إيه؟ طبعا الشيء اللي بيساعد الأسماك على العيش في الماء هو الإجابة رقم C أو الاختيار رقم C اللي هي الخياشيم. يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم C. السؤال الثالث: العقرب والجمل والضب حيوانات تعيش في بيئة حارة أمطارها قليلة. هي الاختيار رقم A الصحراء، الاختيار رقم B البحر، الاختيار رقم C المحيط. طبعا العقرب والجمل والضب بيعيشوا في بيئة، هو بيقول لك السؤال بيئة حارة وأمطارها قليلا، مين فيهم البيئة الحارة اللي أمطارها قليلة؟ طبعا الإجابة رقم A أو الاختيار رقم A اللي هو الصحراء. يبقى الإجابة الصحيحة هو الإجابة رقم A اللي هي الصحراء. السؤال الرابع: السنجاب يخزن الطعام في خدوده ويعيش فيه. السنجاب بيعيش فيه. الإجابة رقم A الغابة، الإجابة رقم B البركة، الإجابة رقم C الصحراء. طبعا احنا عارفين السنجاب والدب ونقار الخشب والقرد بيعيشوا فين؟ طبعا بيعيشوا في الغابة، يبقى نختار الاختيار رقم A اللي هو الغابة. السؤال الخامس: القرد يعيش في الغابة وهب الله له إبهام في يده يستخدمه فيه. الاختيار رقم A إمساك الأشياء، الاختيار رقم B الجري، الاختيار رقم C نقر الخشب. القرد الله عز وجل عطاء إبهام في يده، بيستخدم القرد ده الإبهام في إيه؟ طبعا الإجابة عندنا الإجابة الصحيحة هو الاختيار رقم A اللي هو إمساك الأشياء. زي ما الله عز وجل خلق لنقار الخشب منقار طويل ومسنن ومدبب، ليه؟ علشان نقار الخشب يستطيع اللي هو يبحث عن غذائه داخل جذوع الأشجار أو داخل اللي هو سيقان الأشجار، وفي نفس الوقت يستطيع اللي هو يحفر العش اللي هو بيعيش فيه داخل الأشجار. نفس الكلام الدب اللي بيعيش في القطب الشمالي، الله عز وجل وهبه فرو سميك علشان يستطيع اللي هو يعيش في المنطقة القطبية وهي منطقة باردة جدا. سؤال رقم 6: من المواطن المائية العذبة التي يصلح الشرب منها. اختيار رقم A البحر، الاختيار رقم B النهر، الاختيار رقم C المحيط. احنا عارفين ان المواطن المائية في منها نوعين، في مواطن مائية عذبة نستطيع الشرب منها، وفي مواطن مائية مالحة مياهها مالحة ولا نستطيع الشرب منها. انهي اختيار في الثلاثة دول اللي هو ماء وعذب نستطيع الشرب منه؟ طبعا الاختيار رقم B اللي هو النهر، النهر مياهه عذبة ونستطيع اللي احنا نشرب منه، لكن البحر والمحيط مياههم مالحة لا نستطيع اللي احنا نشرب المية بتاعته. سؤال رقم 7: تقيم دولة قطر المحميات للحفاظ على الحيوانات النادرة. من هذه المحميات الاختيار رقم A رأس محمد، الاختيار رقم B الريم، الاختيار رقم C القموعة. طبعا دولة قطر بتقيم مجموعة من المحميات للحفاظ على البيئة والحفاظ على الحيوانات النادرة. من المحميات اللي موجودة في دولة قطر هو الاختيار رقم B محمية الريم. واحنا علينا في المنهج اللي احنا علينا ثلاث محميات بتقيمهم دولة قطر: محمية الريم ومحمية حالول ومحمية الذخيرة. سؤال رقم 8: المصانع في قطر تحافظ على البيئة عن طريق. الاختيار رقم A رمي المخلفات في الماء،
الاختيار رقم B إطلاق الغازات الضارة، الاختيار رقم C التخلص من النفايات بطريقة سليمة. طبعا ده المصانع في قطر بتحافظ على البيئة عن طريق الاختيار رقم C التخلص من النفايات بطريقة سليمة، التخلص من النفايات بطريقة سليمة. لكن رمي المخلفات في الماء وإطلاق الغازات الضارة ده تصرف لا يحافظ على البيئة، بالعكس ده تصرف يضر البيئة ويؤثر عليها ويؤثر على الكائنات الحية الموجودة بها. سؤال رقم 9، تجمع للمياه العذبة تأتي من الأمطار والثلوج تحيط به اليابسة من كل الاتجاهات، إيه هو الاختيار رقم A المحيط، الاختيار رقم B البركة، الاختيار رقم C النهر. يقول لك تجمع للمياه العذبة، بيجي منين التجمع ده؟ بيأتي من الأمطار والثلوج وتحيط به اليابسة من كل مكان، ده يا ترى تعريف إيه؟ احنا قلنا من شوية ان المواطن المائية نوعين، في مواطن مائية عذبة ومواطن مائية مالحة. مواطن مائية العذبة زي النهر والبركة. طب ايه الفرق بين النهر والبركة؟ الفرق ان البركة تحيط بها اليابسة من كل الاتجاهات وبيكون حجمها ومساحتها اكبر، او مساحتها اسف اقل من النهر. يبقى الاجابة الصحيحة هو الاختيار رقم B اللي هو البركة. وطبعا البركة بيعيش فيها مين؟ بيعيش فيها الضفدع، وبيعيش فيها مالك الحزين، وبيعيش فيها البط، وبيعيش فيها الأوز. السؤال العاشر، تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بسبب الحرارة، الاختيار رقم A الانصهار، الاختيار رقم B التبخير، الاختيار رقم C التجمد. المادة لما تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بسبب الحرارة، زي الماء لما نضعه على النار يتحول إلى بخار ماء، وده غاز وده بسبب الحرارة، ده اسمه إيه؟ طبعا الاختيار رقم B اسمه التبخير. يبقى من السائلة إلى الغازية اسمه التبخير. سؤال 11، يعيش الحوت الأزرق في موطن مائي واسع جدا ومياهه مالحة، الاختيار رقم A النهر، الاختيار رقم B البركة، الاختيار رقم C المحيط. طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم C اللي هو المحيط، الحوت الأزرق بيعيش في المحيط. لكن النهر والبركة أولا مياههم عذبة مش مياههم مالحة، والحوت الأزرق زي ما احنا عارفين بيعيش في المحيط، مش الحوت الأزرق بس، ده الحوت الأزرق والقرش والدولفين التلاتة بيعيشوا في المحيط. سؤال 12، المادة التي ليس لها شكل محدد وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، الاختيار رقم A المادة السائلة، الاختيار رقم B المادة الغازية، الاختيار رقم C المادة الصلبة. مادة لها شكل محدد، ليس لها شكل محدد آسف، وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. مين المادة اللي ملهاش شكل محدد وكل ما نحطها في إناء بتأخذ شكل الإناء اللي هي موجودة فيه؟ طبعا دي المادة السائلة، الإجابة اختيار رقم A اللي هي المادة السائلة. سؤال 13، النباتات في البيئة القطبية قليلة وتكون، الاختيار رقم A قريبة من سطح الأرض، الاختيار رقم B جذورها عميقة في التربة، الاختيار رقم C لها سيقان تخزن بها الماء. طبعا النباتات في البيئة القطبية قليلة، وليه النباتات قليلة؟ لأن الجو بارد جدا. وإيه الصفة التانية اللي في هذه النباتات؟ سمعتكم اللي هو الإجابة رقم A، الاختيار رقم A تكون قريبة من سطح الأرض. لكن اللي جذورها عميقة في التربة دي النباتات الصحراوية، النباتات اللي بتخزن الماء في سيقانها دي النباتات الصحراوية، لكن نباتات البيئة القطبية قريبة من سطح الأرض. السؤال رقم 14، من الأشياء الغير حية في البيئة، شيء غير حي في البيئة، الاختيار رقم A التربة، الاختيار رقم B الحيوانات، الاختيار رقم C الأشجار. طبعا من الأشياء الغير حية في البيئة اللي هي التربة،
الأشياء الغير حية في البيئة مثل إيه؟ مثل التربة، الماء، الهواء، الصخور. لكن الأشجار الأشجار والحيوانات دي أشياء حية في البيئة. سؤال 15، كل ما يحيط بالكائن الحي ويعيش فيه. الاختيار رقم A البيئة، الاختيار رقم A البيئة، الاختيار رقم B الانصهار، الاختيار رقم C البطارية. طبعا الإجابة هنا الصحيحة هو الاختيار رقم A اللي هو البيئة. البيئة هو كل ما يحيط بالكائن الحي ويعيش فيه. سؤال 16، الراديو يحول الطاقة الكهربائية إلى. الاختيار رقم A حرارية، الاختيار رقم B ضوئية، الاختيار رقم C صوتية. طبعا الراديو ده عبارة عن جهاز بيطلع صوت، بيحول الكهرباء إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة صوتية. يبقى الإجابة الصحيحة والاختيار رقم C طاقة صوتية. سؤال 17، من التصرفات التي تضعها دولة قطر للحفاظ على البيئة. الاختيار رقم A إشعال الحرائق، الاختيار رقم B منع إقامة المحميات الطبيعية، الاختيار رقم C رمي المخلفات في أماكن محددة. طبعا التصرفات والقوانين اللي بتضعها دولة قطر للحفاظ على البيئة هو الاختيار رقم C اللي هو رمي المخلفات في أماكن محددة في صناديق القمامة. دي اللي هو التصرفات والقوانين اللي تضعها دولة قطر. لكن إشعال الحرائق دي ممنوعة، ممنوعة في دولة قطر والدولة تحاسب عليها. ومنع إقامة المحميات الطبيعية هتؤدي إلى انقراض الحيوانات النادرة في الدولة، ودولة قطر بتمنع صيد هذه الحيوانات النادرة. فالاختيار الصحيح هو رمي المخلفات في أماكن محددة. سؤال 18، يجب علينا المشاركة في حملات النظافة لأنها. الاختيار رقم A تقطع الأشجار، الاختيار رقم B تحافظ على البيئة، الاختيار رقم C تلوث التربة. طبعا حملات النظافة بتعمل إيه؟ ممتازين. حملات النظافة هو الاختيار رقم B تحافظ على البيئة، تحمي البيئة وتجعل البيئة نظيفة. سؤال 19، جهاز يعمل بالبطارية. الاختيار رقم A الثلاجة، الاختيار رقم B الغسالة، الاختيار رقم C الريموت. طبعا الجهاز اللي بيعمل بالكهرباء هو الريموت، سواء كان ريموت التكييف او ريموت التلفزيون او ريموت اللعبة اللي انت بتلعب بيها. لكن الثلاجة والغسالة الاتنين بيعملوا بالكهرباء القادمة من محطة توليد الكهرباء اللي احنا بناخدها منين في المنزل، من المقبس الكهربي. الثلاجة والغسالة بيشتغلوا من الكهرباء اللي جاية من المقبس الكهربي وليس من البطارية. سؤال 20، الصورة التي أمامك، هذه الصورة تعتبر من. الاختيار رقم A مخاطر الكهرباء، الاختيار رقم B استخدام آمن للكهرباء، الاختيار رقم C استخدام مفيد للكهرباء. تعال ننظر للصورة. ده إنسان بيسحب الجهاز، جهاز الكهرباء سواء كان التلفزيون أو أي جهاز كهرباء من السلك، مش بيسحب الجهاز من المقبس الكهربي. واحنا قلنا سحب أي جهاز كهربي من السلك ده تصرف خاطئ. يبقى الصورة اللي أمامك دي تمثل إيه؟ الإجابة رقم A تمثل مخاطر الكهرباء، لأن سحب جهاز الكهرباء من السلك ده تصرف خاطئ. التصرف الصحيح اللي احنا نسحب جهاز الكهرباء من المقبس الكهربي من هذا المكان. سؤال 21، أي الدوائر الكهربائية التالية مغلق؟ الاختيار رقم A هذه الصورة، الاختيار رقم B هذه الصورة، الاختيار رقم C هذه الصورة. احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من انواع الدوائر، في دوائر كهربائية مغلقة ودوائر تسير فيها الكهرباء، وفي دوائر كهربائية مفتوحة. في صورة من الثلاث صور دول الدائرة فيها مغلقة تمر فيها الكهرباء. طبعا الاختيار رقم A طبعا هيكون الاختيار رقم B هو اللي بيمر فيه الكهرباء. طب ليه الاختيار رقم A لا تمر فيه الكهرباء ودائرة مفتوحة؟ لأن احنا لو نظرنا هنا البطارية موصلة بطريقة خاطئة.
البطارية هنا متوصل القطب السالب مع القطب السالب، وده توصيل خاطئ. توصيل البطارية الصحيح لازم يكون القطب الموجب مع السالب والقطب السالب مع الموجب، زي توصيل البطارية بالشكل ده، ادي السالب مع الموجب. طيب الإجابة رقم سي، ليه احنا ما اخترناش رقم سي؟ لأن الدائرة مفتوحة. ليه الدائرة مفتوحة؟ لأن هنا في قطع في السلك، وأدام في قطع في السلك يبقى الدائرة مفتوحة ولا تمر بها الكهرباء. لكن هنا ادي السلك مكتمل والبطارية متوصلة بشكل صحيح، علشان كده المصباح مضاء، لأن الدائرة الكهربائية دائرة مغلقة. سؤال رقم 23، من صفات البيئة الصحراوية ارتفاع درجة الحرارة والاختيار رقم A الأمطار والنباتات كثيرة، الاختيار رقم B التربة جافة وجذور النباتات طويلة، الاختيار رقم C ماؤها مالح. طبعا من صفات البيئة الصحراوية هي الإجابة رقم B اللي هو التربة جافة وجذور النباتات طويلة، لكن الأمطار والنباتات كثيرة دي صفات الغابة من مش الصحراء. ماؤها مالح دي طبعا صفات المحيط ومش صفات الصحراء. سؤال 24، مادة لها شكل محدد لا يتغير مثل الحجارة والخشب، هل الاختيار رقم A الصلبة، الاختيار رقم B السائلة، الاختيار رقم C الغازية؟ المادة التي لها شكل محدد لا يتغير مثل الحجارة والخشب طبعا هي المادة الصلبة، هي المادة الصلبة. سؤال 25، مادة ليس لها شكل محدد وتنتشر لتملأ المكان الذي توجد فيه مثل الأكسجين، الاختيار رقم A الصلبة، الاختيار رقم B السائلة، الاختيار رقم C الغازية؟ المادة التي ليس لها شكل محدد وتنتشر لتملأ المكان الذي توجد فيه، ومن أمثلتها الأكسجين طبعا اللي هي الاختيار رقم C المادة الغازية. المادة الغازية زي ما ضربنا مثال، العطر يعتبر مادة غازية، أو معطر الجو مادة غازية، فلما تضع العطر أو تشغل معطر الجو في أي مكان في الغرفة، أي حد موجود في أي مكان في الغرفة بيشم رائحة العطر أو بيشم رائحة معطر الجو. ليه؟ لأن هو غاز، والغاز بينتشر ليملأ المكان كله الموجود فيه. وإحنا قلنا أن الأكسجين والهواء والهيليوم وبخار الماء دي أربع أمثلة على الغازات. سؤال 26، تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بسبب الحرارة، هل الاختيار رقم A الانصهار، الاختيار رقم B التبخير، الاختيار رقم C التجمد؟ تحول المادة من الحالة الصلبة زي الثلج وهو صلب إلى الحالة السائلة زي الماء اللي احنا بنشربه العادي، ده يعتبر A، ده يعتبر انصهار اللي هو الاختيار رقم A. يبقى الانصهار تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. سؤال 27، تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بسبب البرودة، الاختيار رقم A الانصهار، الاختيار رقم B التبخير، الاختيار رقم C التجمد؟ لما المادة تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بسبب البرودة، لما نجيب المية السائلة ونضع هذه المية السائلة في التلاجة ونسيبها فترة كبيرة أو فترة معينة بسبب البرودة تتحول إلى التلج، والتلج ده مادة صلبة، ده اسمه إيه؟ ده اسمه الاختيار رقم C التجمد. يبقى تحول المادة من السائلة إلى الصلبة تجمد، تحول المادة من الصلبة إلى السائلة انصهار، تحول المادة من السائلة إلى الغازية تبخير أو تبخر. سؤال 28، برج الشعلة الموجود بدولة قطر تتم إضاءة مصابيحه بكهرباء مصدرها، الاختيار رقم A البطاريات، الاختيار رقم B الشمس، الاختيار رقم C محطة توليد الكهرباء؟ طبعا برج الشعلة الموجود في قطر فيه مصابيح كثيرة جدا، المصابيح دي بنشغلها ازاي او بنضيئها ازاي؟ طبعا الاختيار رقم C اللي هو محطة توليد الكهرباء،
من محطة توليد الكهرباء، بتيجي الكهرباء تمشي في الأسلاك لغاية ما توصل إلى المكان اللي احنا عاوزين نضيئه زي برج الشعلة، فنبدأ نضيئه عن طريق اللي هي الكهرباء القادمة من محطة توليد الكهرباء عن طريق الأسلاك. كده ان احنا نكون انهينا أسئلة الاختيارات الخاصة بالتدريبات الإثرائية لهذا الاختبار. نتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا، ونتمنى ان انتوا تسمعوا الفيديو ده اكتر من مرة عشان تعرف تركزوا على الأسئلة وتفهموها وتعرفوا الأسئلة كيف يتم حلها. ان شاء الله انتظرونا في الجزء الثاني اللي هنحل فيه ان شاء الله أسئلة التوصيل، وهنحل فيه أسئلة صح وخطأ، وانتظرونا كذلك في الجزء الثالث اللي هنحل فيه أسئلة صندوق الكلمات، وهنحل فيه الأسئلة المقالية. مرة أخرى تتمنى لكم مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين بدولة قطر تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي، ويتمنى لكم قسم العلوم بالمدرسة دوام النجاح ودوام التوفيق في الاختبارات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحياتي الأستاذ خالد زكريا معلم الصف الثاني بالمدرسة. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي دولة قطر قسم العلوم العامة بالمدرسة. تهدي المدرسة وقسم العلوم العامة إلى طلاب الصف الثاني بالمدرسة حل التدريبات الإثرائية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 2017-2018. يقدم لكم حل هذه التدريبات الأستاذ خالد زكريا معلم الصف الثاني بالمدرسة. نرحب بكم في بداية الجزء الثاني من حل هذه التدريبات. كان في جزء أول حلينا فيه أسئلة الاختيار كاملة، وده الجزء الثاني اللي احنا كما اتفقنا في الجزء اللي فات في آخره، اللي احنا في هذا الجزء الثاني سنحل أسئلة التوصيل وأسئلة صح وخطأ. هنحل أسئلة التوصيل وأسئلة صح وخطأ اللي هي السؤال الثاني والسؤال الثالث في الاختبار. كنا احنا حلينا أسئلة صح وخطأ، آسف، أسئلة الاختيار كاملة. هننتقل الآن لحل أسئلة اللي هي أسئلة التوصيل. بس نضبط حجم الصفحة علشان تظهر كل الاختيارات أمامكم. السؤال بيجي بهذه الطريقة: صل من العمود واحد بما يناسبه من العمود اثنين. بيكون عندنا عمودين، هذا العمود الأولاني وهذا العمود الثاني. العمود الأولاني بيكون فيه مجموعة من الجمل، العمود الثاني بيكون فيه مجموعة من الصور. بنقرأ الجملة ونوصلها بالصورة المناسبة لها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن الحل. سؤال رقم واحد: حيوان يعيش في بيئة حارة جدا وأمطارها قليلة. مين في دول الحيوان اللي بيعيش في بيئة حارة وأمطارها قليلة؟ أصلا مين هي البيئة الحارة اللي أمطارها قليلة؟ طبعا الصحراء. مين من الحيوانات دي أو من الصور دي بيعيش في الصحراء؟ طبعا أنا سمعكم بتقول يا أستاذ الجمل، الجمل هو اللي بيعيش في الصحراء، يبقى نوصل الجملة دي بصورة الجمل. آدي وصلنا الاختيار الأول بصورة الجمل. السؤال الثاني:
حيوان يعيش في بيئة بها أمطار كثيرة جدا وتحتوي على عدد كبير من الأشجار. مين هي البيئة اللي فيها أمطار كثيرة وأشجار كثيرة؟ طبعا أنا سامع بعض الطلاب الممتازين بيقول يا أستاذ الغابة. فعلا الغابة هي اللي فيها أمطار كثيرة وأشجار كثيرة. مين الحيوان أو مين الصورة اللي هنا اللي تعبر عن الغابة؟ طبعا احنا نرجع للسؤال ده نوصله بالجمل، احنا وصلناه بالسجاد، أسفين على الخطأ. نرجع تاني للسؤال بتاعنا، الحيوان اللي بيعيش في الغابة طبعا اللي هو السنجاب، هو الحيوان اللي بيعيش في الغابة. نبدأ نوصل الصورة بالسنجاب كده، وصلنا الجملة التانية بالسنجاب لأن هو بيعيش في الصحراء. السؤال الثالث، حيوان يعيش في تجمع للمياه العذبة تحيط بها اليابسة، مين هو الموطن اللي عبارة عن تجمع للمياه العذبة تحيط به اليابسة من كل مكان؟ ممتازين، اللي هي البركة. طيب مين من الصور دي اللي بيعيش في البركة؟ طبعا احنا عارفين بيعيش في البركة اللي هو الضفدع. بقى نوصل الجملة التانية بصورة الضفدع. وصلنا الجملة الثالثة بصورة الضفدع. السؤال الرابع، حيوان يعيش في أكبر موطن مائي مالح على الأرض، مين هو أكبر موطن مائي مالح على الأرض؟ طبعا اللي هو المحيط. مين من الصور دي تعبر عن شيء أو عن حيوان بيعيش في المحيط؟ ممتازين، صورة الحوت. الحوت ده، دي صورة الحوت، بيعيش في المحيط. احنا عارفين الحوت والقرش والدولفين التلاتة بيعيشوا في المحيط. يبقى نوصل السؤال رقم 4 بصورة الحوت. سؤال 5، طريقة نحافظ بها على البيئة من التلوث، أنهي صورة فيهم تعبر عن بيئة، عن صورة أو طريقة أو صورة تحافظ على البيئة؟ طبعا الصورة الأخيرة دي، لأن إنسان بيجمع القمامة والمخلفات والأشياء من البيئة، وده شيء بيحافظ على البيئة ويحافظ عليها. طبعا هيتبقى عندي آخر جملة مع آخر صورة هنوصلهم ببعض، بس نقرأ علشان نتأكد أن الإجابة صحيحة. تغير دائم يحدث للمادة عند زيادة الحرارة. قلنا يعني تغير دائم، يعني صفات المادة تتغير خالص وتيجي مادة مختلفة جديدة تماما. طبعا زي مين التغير الدائم؟ زي حرق الورق، زي عمل الكيك، زي عمل الخبز، دي كلها تغيرات دائمة. طبعا صورة إنسان هنا جايب ورقة وبيحرقها ويعتبر ده تغير دائم. فنوصل الجملة رقم 6 بصورة الإنسان اللي بيحرق الورق. ننتقل للمجموعة الثانية من الأسئلة. سؤال 7، تحول المادة من الحالة الصلبة للسائلة بسبب الحرارة، تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة بسبب الحرارة، ده اللي هو الانصهار. فين الصورة اللي بتعبر عن الانصهار هنا؟ ممتازين، الصورة الثانية، رجل التلج ده اللي في بعض البلاد اللي فيها تلج بيعملوه الأطفال ويلعبوا بيه، أول ما بتطلع الشمس بسبب الحرارة بينصهر. يبقى هنوصل الجملة رقم 7 بصورة رجل التلج اللي بينصهر. السؤال 8، مصدر من مصادر الكهرباء ينقل من مكان لآخر ويعمل لفترات محددة، مصدر من مصادر الكهرباء، احنا عندنا مصدرين، البطارية ومحطة توليد الكهرباء، بس مين فيهم اللي بينقل من مكان لآخر اللي انا استطيع ان انا انقله، بيشتغل لفترات معينة صغيرة وبينتهي؟ طبعا البطارية. يبقى هنوصل الصورة رقم 8 بصورة او الجملة رقم 8 بصورة البطارية. السؤال 9،
تحول المادة من الحالة السائلة للغازية بسبب الحرارة، تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية هو يعتبر ده اللي هو التبخير. فين الصورة اللي هنا اللي تعبر عن التبخير؟ طبعا هذه الصورة الماء اللي احنا لما نضعه على النار بيتحول من ماء سائل إلى بخار الماء. يبقى هنوصل الجملة رقم 9 بالصورة اللي فيها تعبر عن التبخير. سؤال 10، جهاز كهربي يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة صوتية، مين في دول اللي بتعبر عن جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة إلى طاقة صوتية؟ طبعا ده جهاز الراديو، هو اللي بيحول الكهرباء إلى صوت. يبقى نوصل الجملة رقم 10 بالجملة بالصورة الصحيحة المناسبة ليها اللي هي صورة الراديو. سؤال 11، طريقة نحافظ بها على التربة من التلوث. طبعا اللي هي الصورة الأخيرة اللي هو الإنسان اللي بيزرع التربة، زراعة التربة ونظافتها، بنحافظ على التربة ازاي؟ عن طريق زراعة التربة. يبقى نوصل الصورة رقم 11 بصورة الإنسان اللي هو بيحافظ على التربة وبيزرعها. سؤال رقم 12، هيتبقى عندنا طبعا صورة هنوصلها بها أكيد، بس نقرأ ونتأكد. مسار مغلق تمر به الكهرباء، طبعا ده الدائرة الكهربائية. وفين الصورة اللي هنا اللي تعبر عن الدائرة الكهربائية اللي هي الصورة الأخيرة المتبقية؟ كده يبقى احنا حللنا المجموعة الثانية من أسئلة التوصيل. المجموعة الثالثة، سؤال 13، طريقة خاطئة في استخدام الكهرباء تؤدي إلى الحرائق، طريقة خاطئة، مين من الصور اللي موجودة هنا تعبر عن طريقة خاطئة في استخدام الكهرباء؟ ممتازين، الصورة دي اللي يوصل أكثر من جهاز كهربي بموصل واحد، ده تصرف خاطئ في استخدام الكهرباء ويؤدي إلى الحرائق. يبقى نوصل الجملة رقم 18 بصورة الشخص اللي موصل أكثر من جهاز كهربي بموصل واحد، وده تصرف خاطئ. سؤال 14، طريقة آمنة لاستخدام الكهرباء وتحمينا من الصدمات الكهربائية القاتلة، أنهي صورة فيهم؟ طبعا الصورة الأولى، هذا الشخص اللي بيسحب الجهاز الكهربي من المقبس، وده تصرف صحيح. سؤال 15، جهاز كهربي يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية، مين اللي بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية من الصور دي؟ طبعا صورة سخان الماء، هو بيحول الكهرباء من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية. يبقى نوصل الجملة دي بسخان الماء. جهاز كهربي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية، مين اللي بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية؟ طبعا صورة الليت أو صورة المصباح هي اللي بتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. سؤال 17، جهاز كهربي يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية، مين في الصورتين المتبقيين اللي بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية؟ طبعا المروحة، المروحة دي جهاز كهربي بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. محدش يقول لي طاقة هوائية، مفيش حاجة اسمها طاقة هوائية، هو بيحول الكهرباء إلى طاقة حرارية، إلى طاقة حركية. سؤال 18، تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة بالحرارة، احنا لسه حلين سؤال مشابه ليه، طبعا اللي هو زي ما قلنا صورة رجل التلج، صورة رجل التلج. كده يبقى احنا انهينا حل السؤال الثاني اللي هو سؤال التوصيل، وهننتقل ان شاء الله الى حل السؤال الثالث اللي هو سؤال هي اسئله صح وخطا. السؤال بيجي بالطريقه ديت، ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه، وبيجيب لك أربعة اختيارات وطالب منك السؤال اللي انت تقرأ العبارة، ولو كانت العبارة صحيحة تضع علامة صح، كانت العبارة خاطئة تضع علامة خطأ.
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نحل السؤال الأول. الحوت والقرش، الحوت والقرش والدلفين يعيشون في موطن مائي مالح كبير جدا. هو الحوت والقرش والدلفين بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في المحيط، والمحيط ده موطن مائي مالح كبير، موطن مائي مالح كبير جدا. طبعا يبقى هنا الجملة دي أو العبارة دي صحيحة. اثنين، الحيوانات والنباتات من المكونات الغير حية للبيئة. طبعا دي عبارة خاطئة، لأن الحيوانات والنباتات من المكونات الحية للبيئة مش المكونات الغير حية. سؤال ثلاثة، حرق الورق تغير دائم يؤدي لتغير خصائص الورق وتكون مادة جديدة. طبعا الجملة صحيحة، حتى احنا اتكلمنا لما اتكلمنا في التوصيل على صورة الولد اللي بيحرق الورق، قلنا ده تغير دائم لان هو بيغير صفات المادة وبتتكون مادة جديدة اسمها الرماد. سؤال اربعة، التلفاز والثلاجة والغسالة يعملوا بكهرباء البطارية. ده طبعا سؤال اجابته خاطئة، لان الاجهزة دي بتعمل بالكهرباء اللي قادمة من محطة توليد الكهرباء، أو بتعمل من الكهرباء اللي بنحصل عليها في البيت من المقبس الكهربي. المجموعة الثانية من أسئلة صح وخطأ تبدأ بالسؤال خمسة، لكي تعمل البطارية بشكل صحيح لابد من توصيل القطب الزائد أو القطب البلس أو القطب الموجب مع القطب الماينس أو القطب السالب. احنا عارفين ان رمز زائد ده أو رمز بلس ده بيسموه القطب الموجب، وعارفين ان رمز الماينس ده او رمز الناقص ده عبارة عن رمز القطب السالب. البطارية عشان تعمل بشكل صحيح لازم نوصل القطب الموجب مع القطب السالب، فالعبارة دي صحيحة. سؤال ستة، قطع الاشجار والنباتات يحمي البيئة والتربة من التلوث. قطع الأشجار والنباتات يحمي البيئة والتربة من التلوث، طبعا جملة خاطئة، عبارة خاطئة، لأن قطع الأشجار والنباتات بيضر البيئة مش بيحميها من التلوث. قطع الأشجار بيضر البيئة. سؤال سبعة، الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالحرارة. انصهار صلب لسائل، انصهار صلب لسائل، دي جملة صحيحة، زي تحول التلج إلى ماء بنشربه، ده عبارة عن انصهار وسببه طبعا الحرارة. سؤال 8، البركة مياهها مالحة لا يمكن شربها ويعيش فيها الحوت الأزرق. احنا عارفين ان الحوت الأزرق بيعيش في المحيط، وان البركة مياهها عذبة مش مالحة، يبقى الجملة دي خاطئة. كده أنهينا المجموعة الثانية من الأسئلة صح وخطأ. ندخل على المجموعة الثالثة من الأسئلة اللي بتبدأ بسؤال تسعة، من مواطن اليابسة على كوكب الأرض الغابة والصحراء. احنا عارفين ان احنا عندنا مواطن يابسة زي الغابة والصحراء، ومواطن مائية زي البحر والبركة. يبقى بيقول لك مواطن يابسة غابة وصحراء، يبقى دي ممتازين، إجابة صحيحة. سؤال عشرة، الماء والهواء والتربة من المكونات الحية للبيئة. الماء والهواء والتربة مكونات غير حية للبيئة، يبقى العبارة دي عبارة خاطئة. يبقى أنا عندي في البيئة في مكونات حية زي الحيوانات والنباتات والأشجار والإنسان، دي مكونات حية، وفي مكونات غير حية زي الماء والهواء والتربة والصخور. سؤال 11، المطاط مادة مرنة يتغير طولها تغيرا مؤقتا. صح، ممتازين، الجملة دي جملة صحيحة. المطاط لما احنا بنشده بيزيد طوله، ولما بنلغي قوى الشد دي
بيرجع يتحول تاني الى شكله الطبيعي، فده تغير مؤقت، نوع المادة ما تغيرش، المادة زي ما هي بس شكلها بس اللي تغير. سؤال 12، قام جابر بوضع زجاجة الماء فوق التلفاز. جابر جاب إزازة المية ووضعها فوق التلفزيون، فوق التلفزيون. ده تصرف صحيح ولا خاطئ؟ طبعا دي جملة خاطئة، لأن احنا عارفين من مخاطر الكهرباء اللي احنا نضع الأجهزة الكهربائية جنب الماء، ده تصرف خاطئ، يبقى الجملة خاطئة. يبقى ما ينفعش واحد يضع أي جهاز كهربي جنب الماء، لأن ده تصرف خاطئ وممكن يؤدي للحرائق والصدمات الكهربائية. نيجي للمجموعة الرابعة من أسئلة صح وخطأ، تبدأ بالسؤال 13. قاع المحيط يعيش به حيوانات قليلة جدا لأن القاع مظلم وبارد. ممتازين، دي عبارة صحيحة. قاع المحيط بعكس سطح المحيط أو المنطقة القريبة من السطح بيكون فيها حيوانات كثيرة. ليه؟ بسبب وجود ضوء الشمس وبسبب وجود الغذاء. لكن قاع المحيط تحت خالص في المحيط بيكون الجو مظلم وبارد، وبالتالي أو بتكون المياه مظلمة وباردة فالحيوانات فيها قليلة. سؤال 14، تقيم دولة قطر محميات طبيعية للحفاظ على البيئة مثل محمية معيظر والسد. طبعا الجملة دي خاطئة، لأن معيظر والسد دي مش محميات طبيعية، دي مناطق سكنية احنا بنعيش فيها. لكن المحميات الطبيعية اللي في قطر زي الريم وحالول والذخيرة. سؤال 15، الهواء والأكسجين والهيليوم مواد غازية تنتشر لتملأ المكان الذي توجد فيه. ممتازين، أنا سامع طلاب بيقولوا صح يا أستاذ، الإجابة صحيحة فعلا، لأن الماء، أنا آسف، لأن الهواء والأكسجين والهيليوم دي مواد غازية ليس لها شكل محدد وتنتشر لتملأ المكان الذي توجد فيه. سؤال 16، المواد الكيميائية داخل البطارية غير مضرة ويمكن أن نأكلها. طبعا أنا سمعكم بتقول يا أستاذ وأنتوا بتضحكوا، إزاي يا أستاذ دي عبارة خاطئة، المواد الكيميائية اللي داخل البطارية دي مواد مضرة وما ينفعش حد يأكلها أو يلعب بيها أو يستخدمها. البطارية بعد ما تخلص لازم نضعها في كيس ونضعها في القمامة، ما ينفعش حد يلعب بيها أو حد يضعها على النار، لأن هي ممكن تعمل حرائق وممكن تضر الإنسان ضرر شديد. نبدأ بالمجموعة الخامسة من أسئلة صح وخطأ، اللي تبدأ بسؤال 17، استخدام الكهرباء بطريقة خاطئة قد يؤدي للحرائق والصدمات الكهربائية. طبعا الجملة دي عبارة صحيحة، لأن احنا لو استخدمنا الكهرباء بشكل خاطئ ممكن تعمل حريق في البيت أو ممكن تعمل لنا صدمات كهربائية وممكن تؤدي إلى الموت. سؤال 18، تعتبر الصخور وصوف الأغنام من المواد الصناعية التي يصنعها الإنسان. إحنا عندنا مواد صناعية ومواد طبيعية. مواد طبيعية اللي الإنسان ما خلقهاش، هو الإنسان ما خلقهاش، هو الإنسان بياخدها ويستخدمها ويغير في شكلها. طبعا الصخور إحنا مش بنخلق الصخور ولا بنخلق صوف الأغنام، إحنا بناخدهم ونستخدمهم، فدي مواد طبيعية. لكن المواد الصناعية زي مين؟ المواد الصناعية زي البلاستيك وزي الزجاج وزي الخزف. يبقى صوف الأغنام والصخور دي مواد طبيعية مش مواد صناعية، يبقى العبارة دي عبارة خاطئة. سؤال 19، التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية بالحرارة. احنا عارفين ان التبخر هو التحول من السائل إلى الغاز، يبقى الجملة هنا جملة صحيحة، التبخر هو تحول المادة من السائل إلى الغاز بسبب الحرارة أو التسخين. سؤال 20، السنجاب ونقار الخشب والقرد يعيشون في موطن أشجاره وأمطاره قليلة. الموطن اللي أمطاره وأشجاره قليلة هو الصحراء. طب هل السنجاب والقرد ونقار الخشب بيعيشوا في الصحراء؟ طبعا إجابة خاطئة، لأن القرد ونقار الخشب والسنجاب بيعيشوا في الغابة، يبقى الجملة دي أو العبارة دي عبارة خاطئة. ننتقل للمجموعة السادسة من أسئلة صح وخطأ،
تبدأ بالسؤال 21. المروحة جهاز كهربي يحول الطاقة الكهربية لطاقة حرارية، لطاقة حركية. طبعا المروحة بتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية، دي عبارة صحيحة. لكن الراديو بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية. السخان بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. إيه تاني؟ المصباح بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. الميكروفون أو مكبر الصوت بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية. سماعة الأذن بتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية. المدفأة بتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. سؤال 22. الهواء والأكسجين والهيليوم مواد لها شكل محدد لا يتغير. طبعا الإجابة دي خاطئة. ليه خاطئة؟ لأن الهواء والأكسجين والهيليوم دي أصلا غازات، والغازات ليس لها شكل محدد، لكن اللي ليه شكل محدد لا يتغير هو المواد الصلبة. سؤال 23. المنطقة القطبية يعيش بها نباتات قليلة جدا لأن الجو بارد جدا. ممتازين. الجملة دي جملة صحيحة، لأن المنطقة القطبية كلها ثلج، ودي منطقة باردة جدا، علشان كده فيها نباتات قليلة جدا. سؤال 24. الصحراء موطن يابس الجو به معتدل والأمطار كثيرة جدا. احنا نعرف ان الصحراء الجو فيها حار والأمطار فيها قليلة جدا، يبقى طبعا الجملة دي خاطئة. ليه خاطئة؟ لأن الصحراء الأمطار بتاعتها قليلة جدا مش كثيرة. كلا طلاب الأعزاء، يبقى احنا أنهينا حل مجموعة الأسئلة الخاصة بصح وخطأ. يبقى احنا في الجزء الثاني من الفيديو حلينا مجموعة من أسئلة التوصيل، وحلينا مجموعة من أسئلة صح وخطأ. نتمنى اللي انتوا تكونوا استفدتوا استفادة كبيرة من الجزء الثاني من هذا الفيديو في حل مذكرة التدريبات الإثرائية. وانتظرونا ان شاء الله في الجزء الثالث اللي هنبدأ نحل فيه سؤال صندوق الكلمات، وهنحل فيه الأسئلة المقالية. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ونتمنى ان انتوا تسمعوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة علشان تستفيدوا اكتر. وكالمعتاد زي في آخر كل فيديو، باسمي وباسم المدرسة، مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين بدولة قطر تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي وقسم العلوم العامة بالمدرسة، يتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق طول العمر. وطبعا بشكل خاص يتمنى لطلاب الصف الثاني التوفيق والنجاح في اختبارات آخر العام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحياتي الأستاذ خالد زكريا معلم الصف الثاني بالمدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي دولة قطر قسم العلوم العامة بالمدرسة. تهدي مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين وقسم العلوم العامة بالمدرسة تهدي إلى طلاب الصف الثاني بالمدرسة حل التدريبات الإثرائية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2017-2018، يقدمها لكم الأستاذ خالد زكريا معلم الصف الثاني بالمدرسة. وده يعتبر أهلا بيكم في الجزء الثالث، وده يعتبر الجزء الثالث والأخير من حل التدريبات الإثرائية. كنا احنا لو انتوا فاكرين في الجزء الاول حلينا اسئلة الاختياري، في الجزء الثاني حلينا اسئلة التوصيل واسئلة صح وخطأ، في الجزء الثالث ان شاء الله هنحل اسئلة صندوق الكلمات، وكمان هنحل اسئلة صندوق الكلمات، وهنحل بالاضافة لاسئلة صندوق الكلمات الاسئلة المقالية. نرجو ان احنا نكون افدناكم في الجزء الاول والثاني، ونرجو ان انتم تستفيدوا ان شاء الله في الجزء الثالث. وفوق ذلك نتمنى ان الله عز وجل يوفقكم ويرزقكم النجاح والتوفيق طول العمر، وبالاخص طلاب الصف الثاني ان شاء الله في اختبارات نهاية العام. نبدأ ان شاء الله. ده
كان الجزء الأول من الأسئلة اللي احنا حليناها مع بعض اللي هو أسئلة الاختياري في الجزء الأول. بعد كده في الجزء الثاني انتقلنا لحل أسئلة التوصيل زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده انتقلنا لحل أسئلة صح وخطأ، وتوقفنا عند أسئلة صح وخطأ، ونبدأ إن شاء الله مع الجزء الثالث مع حل أسئلة صندوق الكلمات. سؤال صندوق الكلمات بيكون بالشكل ده، بيكون عندك صندوق فيه كلمات ومجموعة من الجمل. السؤال بيبقى عبارة عن خمس كلمات، الكلمة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وعندي في نفس الوقت أدي جملة، الثانية، الثالثة، الرابعة. معنى ذلك إن أنا عندي كلمة زيادة لن يتم اختيارها في أي جملة من الجمل الأربعة اللي أمامي. يبقى أنا لما يكون عندي أربع جمل وخمس كلمات معناها إن في كلمة هعمل عليها علامة خطأ أو علامة إكس دي مش هيتم اختيارها خالص، والأربع كلمات التانيين هيتم اختيارهم في الأربع جمل. كل جملة لها كلمة واحدة فقط، يعني لما اختار كلمة في جملة معناها إن الكلمة دي مش هتتكرر في باقي الجمل الأخرى. علشان كده إحنا الكلمة اللي بنختارها بنعمل عليها شرطة علشان نعرف خلاص إن إحنا مش هنختار الكلمة دي مرة أخرى، والكلمة الأخيرة اللي بتتبقى اللي إحنا ما بنختارهاش خالص بنضع عليها علامة إكس عشان أبقى عارف إن أنا ما اخترتش هذه الكلمة ومش هختارها خالص. نبدأ بحل السؤال الأول. السؤال الأول: أكمل الفراغ بما هو مناسب من صندوق الكلمات التالي. الكلمات اللي عندي: أول كلمة البركة، تاني كلمة البطارية، تالت كلمة الصلبة، رابع كلمة القطبية، آخر كلمة اللي هي المحيط. نبدأ مع السؤال الأول. السؤال الأول: موطن تعيش به نباتات قليلة لأن الجو بارد جدا. لأن الجو بارد جدا، إيه هي المنطقة اللي بتعيش فيها نباتات قليلة لأن الجو بارد جدا؟ نقرأ الكلمات اللي عندي في صندوق الكلمات، نبدأ نقرأها. هل البركة، البطارية، الصلبة، القطبية، المحيط؟ طبعا الموطن اللي بتعيش فيه نباتات قليلة لأن الجو بارد جدا هو المنطقة القطبية. هو المنطقة القطبية. فأنا خلاص اخترت المنطقة القطبية وكتبت عندي المنطقة القطبية. اخترنا المنطقة القطبية وكتبناها، خلاص أدام اخترناها نيجي على المنطقة القطبية ونعمل عليها شرطة علشان نعرف اللي احنا مش هنختارها تاني. ادي عملنا على المنطقة القطبية شرطة علشان يبقى احنا عارفين اللي احنا مش هنختارها تاني. الجملة التانية: حالة من حالات المادة لها شكل محدد لا يتغير. هل البركة، البطارية، الصلبة، المحيط؟ طبعا حالة المادة اللي لها شكل محدد لا يتغير هو الإجابة اللي هي كلمة الصلبة، يبقى نكتب على النقاط هنا كلمة الصلبة. لأن الحالة الصلبة هي حالة من حالات المادة لها شكل محدد لا يتغير. نيجي على كلمة الصلبة هنا زي ما احنا متعودين ونعمل عليها شرط عشان يبقى احنا عارفين ان احنا مش هنختارها تاني. السؤال الثالث: مصدر من مصادر الكهرباء يمكن نقلها من مكان لآخر. هل البركة ولا البطارية ولا المحيط؟ طبعا مصدر من مصادر الكهرباء يمكن نقله من مكان لآخر. انا عندي مصدرين، عندي محطة توليد الكهرباء وعندي البطارية التي يمكن نقله اللي هو البطارية، يبقى نكتب كلمة البطارية اللي هي كلمة البطارية اللي هنا نكتبها على النقاط. ننتقل للسؤال الرابع ونيجي طبعا زي ما احنا متعودين نضع على كلمة البطارية شرط عشان يبقى احنا عارفين احنا مش هنختارها. السؤال الرابع: موطن مائي عذب تحيط به اليابسة من كل الاتجاهات. هل البركة ولا المحيط؟ طبعا أول ما يقول لي موطن مائي عذب يبقى على طول اللي هو البركة، لأن المحيط ماء مالح،
يبقى نكتب البركة. وزي ما احنا متعودين بنيجي على البركة نضع عليها شرط علشان ما نختارهاش تاني. هيتبقى عندي كلمة المحيط، دي كلمة ما اخترناهاش خالص، علشان كده هنعمل عليها علامة اكس، معناها اللي احنا مش هنختارها خالص. ادي كلمة المحيط وضعنا عليها علامة اكس لان احنا خلاص مش هنختارها خالص. ننتقل الى المجموعة التانية من الاسئلة. اكمل الفراغ بما هو مناسب من صندوق الكلمات التالي. الكلمات اللي عندنا الانصهار، الدائرة الكهربائية، القرش، حملات النظافة، التبخير. السؤال الأول: تصرف مهم يحافظ على البيئة ويحميها من التلوث، هل الانصهار، الدائرة الكهربائية، القرش، حملات النظافة، التبخير؟ طبعا التصرف المهم اللي الذي يحافظ على البيئة ويحميها من التلوث حملات النظافة. يبقى احنا نختار حملات النظافة. سؤال اتنين: حيوان يعيش في، طبعا انا اسف زي ما قلنا احنا متعودين بنيجي على الكلمة اللي احنا خلاص اخترناها ونعمل عليها شرط علشان ما نختارهاش تاني. سؤال اتنين: حيوان يعيش في موطن مائي مالح جدا ومساحته كبيرة، هل الحيوان ده الانصهار، الدائرة الكهربائية، القرش، التبخير؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي القرش. ليه القرش؟ علشان القرش بيعيش في المحيط، والمحيط ده موطن مائي كبير جدا ومياهه مالحة. نيجي على كلمة القرش طبعا زي ما احنا متعودين ونضع عليه شرطة عشان احنا مش هنختاره تاني. سؤال ثلاثة: مسار مغلق تسير فيه الكهرباء، هل الانصهار، الدائرة الكهربائية، التبخير؟ طبعا مسار مغلق تسير فيه الكهرباء احنا عارفينه، ممتازين يا طلاب، اللي هو الدائرة الكهربية، هو المسار المغلق الذي تسير فيه الكهرباء. نيجي على الدائرة الكهربائية زي ما احنا متعودين وبنضع الشرطة اللي معناها اللي احنا مش هنختار الكلمة دي تاني. السؤال الرابع: تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة بالحرارة، من صلب إلى سائل بالحرارة، هل الانصهار ولا التبخير؟ طبعا من صلب إلى سائل ده اللي هو الانصهار، ده اللي هو الانصهار، يبقى نكتب هنا كلمة الانصهار. بعد ما نكتب كلمة الانصهار في النقاط زي ما احنا بتعودين بنيجي على الكلمة ونضع عليها شرط علشان نعرف اللي احنا خلاص مش هنختارها. هيتبقى كلمة التبخير وخلاص انا خلصت الجمل، دي معناها ان انا كلمة التبخير مش هختارها خالص، فهعمل عليها علامة اكس. ادي وضعنا على التبخير علامة اكس لان هذه الكلمة مش هنختارها خالص. ننتقل الى المجموعة الثالثة من الاسئلة. سؤال ثلاثة: أكمل الفراغ بما هو مناسب من صندوق الكلمات التالي: زراعة الأشجار، التجمد، السالب، الصحراء، الموجب. الجملة الأولى: موطن يابس حار جدا وأمطاره قليلة ويعيش فيه الضب، هل زراعة الأشجار، التجمد، السالب، الصحراء، الموجب؟ طبعا موطن يابس حار جدا وامطاره قليله ويعيش فيه الضب، احنا عارفين ان الضب بيعيش فين، ان الضب بيعيش في الصحراء، يبقى نختار كلمه الصحراء ونكتبها على النقاط. وبعد ما نختار كلمه الصحراء زي ما احنا متعودين بنيجي على الاجابه اللي هي الصحراء ونعمل عليها شرطه. وضعنا على كلمة الصحراء شرط لأن احنا مش هنختارها تاني. سؤال اتنين:
لكي تعمل البطارية بشكل صحيح لابد من توصيل القطب الموجب مع القطب زراعة الأشجار التجمد السالب الموجب. طبعا لابد من توصيل القطب الموجب مع القطب ايه؟ السالب. القطب السالب اللي هو الإجابة دي اللي هو رمز الناقص أو رمز الماينص. وطبعا زي ما احنا متعودين بنيجي على الإجابة ونضع عليها شرطة علشان احنا مش هنختارها تاني. سؤال ثلاثة: تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بسبب البرودة، هل زراعة الأشجار، التجمد ولا الموجب؟ طبعا من سائل إلى صلب اللي هي التجمد، يبقى نيجي على النقاط هنا ونكتب التجمد. وبعد ما نكتب كلمة التجمد على النقاط زي ما احنا متعودين بنيجي على كلمة التجمد اللي في الصندوق ونعمل عليها شرط علشان ما نختارهاش تاني. أربعة: تصرف يحافظ على التربة ويحميها من التلوث، هل زراعة الأشجار ولا الموجب؟ طبعا الإجابة اللي بيحافظ على التربة هو زراعة الأشجار. زراعة الأشجار نكتبها على النقاط، وبعد ما نكتبها على النقاط زي ما احنا متعودين بنشوف كلمة زراعة الأشجار اللي موجودة على الصندوق ونعمل عليها علامة إكس علشان ما نختارهاش تاني. هتبقى عندي طبعا كلمة القطب الموجب اللي هو رمز البلس ده، خلاص دي مش هختارها فنعمل عليها علامة إكس. ادي وضعنا عليها علامة إكس علشان احنا مش هنختارها تاني. ننتقل إلى السؤال الرابع، الأمثلة الرابعة على سؤال صندوق الكلمات. أكمل الفراغ بما هو مناسب من صندوق الكلمات التالي: الغابة، المقبس، التلفاز، التربة، البطارية. السؤال الأول رقم واحد: من المكونات الغير حية للبيئة، مكون غير حي: الغابة، المقبس، التلفاز، التربة، البطارية. طبعا مكون غير حي اللي هو التربة، فنكتب كلمة التربة على النقاط. وزي ما احنا عارفين بعد ما بنكتب كلمة التربة على النقاط في الأول بنيجي على كلمة التربة اللي في صندوق الكلمات ونضع عليها شرطة علشان نعرف اللي احنا مش هنختارها تاني. سؤال اتنين: جهاز في المنزل يعمل بالكهرباء القادمة من محطة الكهرباء، هل الغابة، المقبس، التلفاز، البطارية؟ طبعا جهاز يبقى اللي هو جهاز التلفاز، جهاز التلفاز اللي هو التلفزيون. نكتب التلفاز على النقاط، وزي ما احنا متعودين بنيجي على صندوق الكلمات نضع عليها شرطة. المكان الذي نأخذ منه الكهرباء في المنزل لتشغيل الثلاجة، هل الغابة، أم المقبس، أم البطارية؟ طبعا اللي بناخد منه الكهرباء في المنزل هو المقبس الكهربي، يبقى هذه الكلمة نكتبها في النقاط. زي ما احنا متعودين بعد ما بنكتب الكلمة على النقاط بنيجي في صندوق الكلمات ونضع على الكلمة شرطة علشان نعرف اللي احنا مش هنختارها تاني. سؤال أربعة: موطن يابس أمطاره غزيرة وتعيش به حيوانات وأشجار كثيرة، هل الموطن ده الغابة ولا البطارية؟ طبعا احنا عارفين الموطن ده اللي فيه أشجار كثيرة اللي هو الغابة، كمان لأن مفيش موطن اسمه البطارية. البطارية دي مصدر من مصادر الكهرباء. وطبعا نيجي على الغابة ونضع عليها شرطة. هتبقى عندي البطارية ودي ما اخترناهاش خالص، فبالتالي هنعمل عليها علامة خطأ أو علامة إكس اللي احنا مش هنختارها خالص. ادي كلمة البطارية وضعنا عليها علامة خطأ اللي احنا مش هنختارها. هننتقل إلى المجموعة الخامسة من أسئلة صندوق الكلمات، السؤال خمسة:
أكمل الفراغ بما هو مناسب من صندوق الكلمات التالي: الكهرباء، السائلة، الفرو السميك، الموطن، الغازية. السؤال الأول: مكان تعيش فيه الكائنات الحية وتتوافر فيه حاجاتها، هل المكان ده الكهرباء، السائلة، الفرو السميك، الموطن، الغازية؟ طبعا المكان اللي بتعيش فيه الكائنات الحية وتتوافر فيه حاجاتها هو الموطن. ممتازين، يبقى نكتب هذه الكلمة على النقاط، وبعد ما نكتبها على النقاط من صندوق الكلمات نضع عليها علامة أو نضع عليها شرطة علشان ما نختارهاش تاني. 2، حيوانات المنطقة القطبية تستطيع العيش في الجو البارد جدا بسبب وجود الكهرباء، السائلة، الفرو السميك، الغازية. طبعا الإجابة هي الفرو السميك. الدب القطبي والثعلب القطب بيعيشوا ازاي في المنطقة والجو فيها بارد خالص؟ بسبب الفرو السميك، الفرو الأبيض السميك. كتبنا الكلمة على النقاط، ونفس الكلام نيجي في صندوق الكلمات ونضع عليها شرطة علشان ما نختارهاش تاني. سؤال 3، مادة ليس لها شكل محدد تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، هل الكهرباء ولا السائلة ولا الغازية؟ طبعا يقول لك شكل من يعني مادة، والمواد 3 أنواع: سائلة أو صلبة أو غازية. طب أنا عندي سائلة وعندي غازية، أختار أنهي واحدة فيهم؟ بيقول لك لها شكل ليس لها شكل محدد وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. طبعا دي المادة السائلة، هنكتب المادة السائلة هنا على النقاط، وبعد ما نكتب المادة السائلة على النقاط نرجع لصندوق الكلمات ونضع على كلمة السائلة شرطة علشان ما نختارهاش تاني. سؤال 4، شكل من أشكال الطاقة يستخدم في تشغيل مصابيح الإنارة، هل الكهرباء ولا الغازية؟ طبعا شكل من أشكال الطاقة اللي بنشغل بالمصابيح هو مين؟ طبعا الكهرباء. بعد ما نختار كلمة الكهرباء أو بعد ما نكتب كلمة الكهرباء على النقاط نرجع لصندوق الكلمات ونضع على الكلمة شرطة علشان ما نختارهاش. خلاص كده اخترناها. هيتبقى عندي الغازية، والجمل خلصت خلاص، معناها ان انا مش هختار الغازية خالص، فهعمل عليها علامة اكس. ادي كلمة الغازية عملنا عليها علامة اكس لاننا مش هنختارها. نرجع لسؤال 6، اسف هو مكتوب 5، نعدله نخليه 6. سؤال 6، أكمل الفراغ بما هو مناسب من صندوق الكلمات التالي: البركة، الريم، الغازية، الحرائق، الصلبة. السؤال الأول: من أخطار الاستخدام الخاطئ للكهرباء، هل البركة، الريم، الغازية، الحرائق، الصلبة؟ طبعا أخطار الاستخدام الخاطئ للكهرباء الإجابة اللي هي الحرائق. يبقى نكتب الحرائق على النقاط، وبعد ما نكتب الحرائق على النقاط زي ما احنا متعودين بنيجي على كلمة الحرائق في صندوق الكلمات ونضع عليها شرطة. 2، حالة من حالات المادة تنتشر لتملأ المكان الذي توجد فيه، هل البركة ولا الريم ولا الغازية ولا الصلبة؟ طبعا الحالة من حالات المادة اللي تملأ المكان اللي هي الحالة الغازية، الحالة الغازية. لكن الحالة الصلبة لها شكل محدد لا يتغير. نكتب كلمة الغازية على النقاط، وبعد كده نرجع لصندوق الكلمات وكلمة الغازية نضع عليها شرط علشان ما نختارهاش تاني. سؤال 3، من المحميات الطبيعية التي تقيمها دولة قطر لحماية الحيوانات النادرة، هل البركة، الريم، الصلبة؟ طبعا
هي محمية الريم، هي محمية الريم. وفي محميتين تاني غير الريم، غير الريم، اللي هي محمية حالول ومحمية الذخيرة. نكتب كلمة الريم على النقاط، وفي صندوق الكلمات نضع عليها شرطة علشان ما نختارهاش. سؤال 4، الضفدع يعيش في موطن مائي عذب تحيط به اليابسة، هل هو البركة أم الصلبة؟ طبعا الموطن المائي العذب اللي هو مين؟ البركة. فكلمة البركة نكتبها على النقاط، بعد ما نكتبها على النقاط نضع عليها شرطة من صندوق الكلمات، في صندوق الكلمات. تبقت عندي كلمة الصلبة التي لم يتم اختيارها، زي ما احنا متعودين هنعمل عليها علامة خطأ أو علامة إكس. وضعنا على كلمة الصلبة علامة إكس، وكده يكون أنهينا أسئلة صندوق الكلمات. وننتقل إلى السؤال الأخير أو الجزء الأخير، وهو يكون السؤال الأخير عندك في الاختبار إن شاء الله، اللي هو سؤال الأسئلة المقالية. الأسئلة المقالية لها أكتر من شكل، ممكن تكون سؤال مقالي زي دوت، ممكن تكون شكل سؤال زي كده، ممكن تكون سؤال رسم، ممكن تكون أسئلة مقارنة زي الأسئلة دي، وممكن تكون أسئلة صور وتكتب تحتها كلمات. لكن الفكرة كلها ليها أسئلة مقالية أنت هتكتب فيها، مش هتختار أو مش عندك الكلمات، أنت لازم تكون مذاكر الكلمات وتكون عارف تكتبها بشكل صحيح. نبدأ مع السؤال الأول، أجب عن الأسئلة التالية: أذكر اثنين من مكونات البيئة الغير حية. اثنين من مكونات البيئة الغير حية. طبعا البيئة الحية لها مكونات حية ومكونات غير حية. مكونات حية زي الحيوانات، النباتات، الأشجار، الإنسان، الطيور، دي كلها مكونات حية. أما مكونات غير حية زي مين؟ الماء، الهواء، التربة، الصخور. هنا طالب اثنين فقط، يبقى احنا نكتب له اثنين من مكونات البيئة الغير حية. مثلا نكتب الماء والهواء، دي مكونات غير حية. سؤال رقم باء، وضح طريقة نحافظ بها على البيئة ونحميها من التلوث. كيف نحافظ على البيئة ونحمي البيئة بتاعتنا من التلوث؟ في أكتر من طريقة، ممكن عدم رمي المخلفات في الشارع أو رمي المخلفات في أماكن محددة، ممكن زراعة الأشجار، ممكن تنظيف البيئة، دي كلها ممكن منع إشعال الحرائق، دي كلها أشياء تحافظ على البيئة. هو طالب واحدة، نكتب واحدة سهلة منهم أو نحفظ واحدة فيهم. مثلا هنكتب السهلة والمعروفة زراعة الأشجار. زراعة الأشجار بتحمي البيئة وتحافظ عليها. لو حد التاني كتب عدم رمي المخلفات في الشارع صح، كتب رمي المخلفات في أماكن محددة صح، كل دي إجابات صحيحة. ننتقل للسؤال التاني، سؤال 2، أجب عن الأسئلة التالية: سؤال ألف، أذكر اسم 3 محميات طبيعية تقيمها دولة قطر للحفاظ على البيئة. إيه هي المحميات الطبيعية اللي بتقيمها دولة قطر للحفاظ على البيئة؟ إحنا طبعاً عارفين إن هما 3 محميات، مين هما؟ محمية الريم، دي المحمية الأولى، ومحمية حالول، ودي المحمية الثانية، ومحمية الذخيرة. هو هنا في السؤال طلب مني أسماء 3 محميات، لكن ممكن يجي لك سؤال يطلب منك 2 بس منهم، أو يطلب واحدة. فالمحميات اللي موجودة في قطر الريم وحالول والذخيرة، الريم وحالول والذخيرة. ننتقل للسؤال الثاني، سؤال باء، المنطقة القطبية يعيش بها نباتات قليلة، وضح السبب. ليه المنطقة القطبية فيها نباتات قليلة؟ ممتازين، لأن المنطقة القطبية الجو بها بارد جدا. في المنطقة القطبية عند التلج الجو فيها بارد جدا، علشان كده الحيوانات أو النباتات قليلة، يبقى الجو بارد جدا هي الإجابة الصحيحة. ننتقل للسؤال 3، عندك بطارية، سلك، مفتاح، مصباح.
استخدم الأدوات التالية لرسم دائرة كهربائية مغلقة. عاوزين نرسم دائرة كهربائية مغلقة. ادي عندي رسمة الدائرة الكهربائية المغلقة. هي بتتكون من اربع حاجات: البطارية، وادي البطارية اللي عندي، تاني جزء السلك، وادي السلك بتاع البطارية اللي هي بيوصل بين الاجزاء، مفتاح، ادي المفتاح الكهربي اللي موجود، وادي المصباح. هو بيقول لي دائرة كهربائية مغلقة، علشان كده انا وصلت كل الاجزاء ببعضها، وعلشان كده المصباح مضاء، لان الدائرة الكهربائية دي دائرة مغلقة. ننتقل الى السؤال الرابع. استخدم الكلمات التالية لعمل مقارنة بين المحيط والبركة. اعطاك مجموعة من الكلمات وعاوز نعمل مقارنة بين المحيط وبين البركة. الكلمات هي: الماء مالح، الماء عذب، القرش، الضفدع، الحوت، مالك الحزين. الجزء الاول الوصف. الوصف، طيب الماء مالح دي تبع المحيط ولا تبع البركة؟ طبعا الماء مالح تبع المحيط، نكتب الماء مالح. الكلمة الثانية الماء عذب. الماء عذب دي طبعا احنا اخترنا الكلمة دي، نضع عليها شرطة، خلاص ادام احنا اخترناها. الكلمة الثانية الماء عذب في الوصف، دي وصف المحيط ولا وصف البركة؟ دي طبعا دي وصف المحيط، فنكتب الماء عذب. اسف، دي وصف البركة. الماء عذب دي وصف البركة. بنفس الكلام الكلمة دي خلاص اخترناها. الجملة الثانية في المقارنة الحيوانات الموجودة، يعني الحيوانات اللي بتعيش في المحيط والحيوانات اللي بتعيش في البركة. طيب القرش يعيش في المحيط ولا يعيش في البركة؟ طبعا القرش احنا عارفين بيعيش في المحيط. القرش بيعيش في المحيط، خلاص احنا اخترنا القرش. الضفدع يعيش في المحيط ام يعيش في البركة؟ طبعا احنا عارفين ان الضفدع بيعيش في البركة، خلاص اخترنا الضفدع. الحوت يعيش في المحيط ام يعيش في البركة؟ طبعا احنا عارفين ان المحيط، ان الحوت بيعيش في المحيط. الحوت بيعيش في المحيط، خلاص اخترنا احنا الحوت. تبقى عندي مالك الحزين، وده طائر. هل مالك الحزين بيعيش في المحيط ولا بيعيش في البركة؟ طبعا مالك الحزين بيعيش في البركة، نكتب اسمه مالك الحزين، وده طائر بيعيش في البركة. طبعا زي نضع عليه شرطة، لان احنا خلاص يبقى انا خلاص كده عملنا المقارنة، عملنا المقارنة بين المحيط وبين البركة. ننتقل للسؤال الخامس، وهو سؤال مشابه للي قبليه. استخدم الكلمات التالية لعمل مقارنة بين الغابة والصحراء. السؤال اللي قبليه كانت مقارنة بين المحيط والبركة، هنا مقارنة بين الغابة ومقارنة بين الصحراء. واعطيني مجموعة من الكلمات: أمطار قليلة، الجو جاف وحار، السنجاب، أمطار كثيرة، أشجار كبيرة، الضب. هنقارن عن طريق الوصف وعن طريق الحيوانات الموجودة. نبدأ بأول كلمة أمطار قليلة. أمطار قليلة دي وصف الغابة ولا وصف الصحراء؟ طبعا وصف الصحراء. خلاص اخترنا أمطار قليلة في المقارنة، يبقى نضع عليها شرطة. الجو جاف وحار، ده وصف الغابة ولا وصف الصحراء؟ طبعا ممتازين، ده وصف الغابة. الجو جاف وحار ده وصف الغابة، ده وصف الصحراء، وصف الصحراء، خلاص اخترناها. السنجاب، هذا الحيوان يعيش في الغابة ولا يعيش في الصحراء؟ طبعا السنجاب بيعيش في الغابة، السنجاب بيعيش في الغابة. أمطار كثيرة، دي وصف للغابة ولا وصف للصحراء؟ طبعا الأمطار الكثيرة هي وصف للغابة.
الأمطار الكثيرة هي وصف للغابة. خلاص احنا اخترنا الأمطار الكثيرة، يبقى نضع عليها شرط عشان ما نختارهاش تاني. أشجار كثيرة، أشجار كبيرة، هل الأشجار الكبيرة دي الوصف للغابة ولا وصف للصحراء؟ طبعا الأشجار الكبيرة وصف للغابة. يبقى الأشجار الكبيرة خلاص احنا اخترناها، فنضع عليها شرطة. آخر كلمة الضب، وده حيوان، ده حيوان، هل الضب بيعيش في الغابة أم الضب بيعيش في الصحراء؟ طبعا الضب بيعيش في الصحراء، زيه زي القط البري وزي الجمل، دي حيوانات بتعيش في الصحراء. يبقى احنا كده خلاص استخدمنا الكلمات وعملنا المقارنة بين الغابة وبين الصحراء، وعملنا المقارنة بين الغابة وبين الصحراء. ننتقل بقى للسؤال رقم 6. يقول لك سؤال رقم 6، تحت كل صورة اكتب حالة المادة التي تمثلها الصورة. احنا عارفين ان احنا عندنا 3 حالات، الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. الحالة الصلبة ليس لها شكل محدد، الحالة الصلبة لها شكل محدد لا يتغير، زي الحديد، زي الخشب، زي الثلج. الحالة السائلة هي حالة ليس لها شكل محدد وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، زي العصير، زي الماء، زي اللبن، زي الحليب، زي العسل. الحالة الثالثة اللي هي الحالة الغازية، والحالة الغازية ليس لها شكل محدد وتنتشر لتملأ المكان الذي توجد فيه، زي مين؟ زي الهواء، زي الأكسجين، زي الهيليوم، زي بخار الماء. تحت كل صورة من الثلاث صور دول، تحت الصورة هنكتب حالة المادة. طيب الصورة الأولانية، السهم هنا مشاور لإيه؟ مشاور لبخار الماء، وبخار الماء ده يعتبر حالة إيه؟ هنكتب أمتازين، بخار الماء هو الحالة الغازية، بخار الماء ده الحالة الغازية. ننتقل للصورة الثانية، ده صورة إيه؟ ده صورة عصير، والعصير ده الحالة إيه؟ إحنا عارفين إن العصير ده الحالة السائلة. الصورة اللي بعديها دي صورة ايه؟ دي صورة مكعبات الثلج. طب مكعبات الثلج دي حالة سائلة ولا حالة صلبة ولا غازية؟ طبعا دي حالة صلبة، دي حالة صلبة، يبقى نكتب الصلبة. يبقى احنا كده حلينا السؤال وعرفنا حالة دي بخار الماء حالة غازية، العصير حالة سائلة، الثلج حالة صلبة. ننتقل إلى سؤال 7، أجب عن الأسئلة التالية. استخدام الكهرباء، السؤال ألف، استخدام الكهرباء بشكل خاطئ قد يسبب خطر للإنسان، وضح واحدة من هذه المخاطر. مخاطر استخدام الكهرباء قلنا في خطرين، خطر الحرائق والصدمات الكهربائية. هو عاوز خطر واحد بس نكتبه، فنكتب له واحد منهم اللي هو الحرائق، نكتب، انا هكتب لكم التانية زيادة، بس المفروض في الاختبار نكتب واحدة فقط، ان هو طالب في السؤال واحدة فقط، يبقى الحرائق والصدمات الكهربائية. ننتقل للسؤال باء، في الدائرة التي امامك، دي دائرة كهربائية، ضع رمز قطب البطارية المناسب لكي تكون الدائرة مغلقة ويشتعل ضوء المصباح الصغير الموجود بالدائرة. عاوزين في الدائرة هنا، في الدائرة الكهربائية دي كلها، في الدائرة دي هنضع رمز القطب المناسب. احنا عارفين ان احنا عندنا قطب موجب ده رمزه، وقطب سالب، وعارفين عشان تشتغل البطارية بشكل صحيح لازم يتوصل الموجب مع السالب. طيب هنا نضع انهي قطب فيهم؟ ادي هنا متوصل السالب مع الموجب، يبقى كده التوصيل صحيح، وهنا متوصل الموجب، يبقى نحط هنا مين؟ ممتازين، نحط القطب السالب علشان يكون التوصيل صحيح، توصيل البطارية يكون صحيح وتصبح الدائرة مغلقة. يبقى نضع هنا رمز القطب السالب اللي هو رمزه شرطة الناقص أو علامة الماينس، يبقى هنضع هنا
رمز القطب السالب. وضعنا هنا في الدائرة رمز القطب السالب، وهو رمز شرطة الماينس أو الناقص علشان تصبح الدائرة. يبقى كده الدائرة أصبحت دائرة مغلقة، الموجب مع السالب والسالب مع الموجب، والتوصيل صحيح، فتصبح الدائرة مغلقة ويبدأ المصباح في الاشتعال والضوء بتاعه يخرج. ننتقل للسؤال 8. المواد تتغير بالتسخين ويحدث لها تبخر أو انصهار، تحت كل صورة اكتب الوصف المناسب لها. احنا عارفين ان المواد بتتغير بالانصهار، تتغير بالتسخين. في مواد تنصهر، يعني تنصهر تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة. وفي مواد بتتبخر، يعني تتبخر تتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. عندي اربع صور هنا، تحت كل صورة هكتب لإلا اللي بيحدث للمادة تبخر أو بيحدث انصهار. نبدأ بالآيس كريم. الآيس كريم ده يعتبر تبخر ولا انصهار؟ أنا عندي الآيس كريم وهو صلب، بسبب الحرارة أو بسبب الشمس بيبدأ يتحول إلى شيء سائل، يبقى ده اسمه إيه؟ ده تحول من صلب إلى سائل، يبقى ده انصهار. تحول من صلب إلى سائل انصهار. ننتقل للصورة الثانية. أدي عندنا ماء، هذا الماء وضعينه على النار وبدأ يطلع منه بخار ماء، يبقى تحول من الحالة السائلة اللي هي ماء إلى حالة الغازية اللي هي بخار الماء، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه تبخر. يبقى تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ده اسمه تبخر. ننتقل إلى الصورة اللي بعديها. الصورة مشابهة للصورة السابقة، عبارة عن شيء سائل، أكل، بخار، ماء، والأكل طبعا لازم يكون فيه مية، وضعينه على النار، تحولت المادة السائلة إلى بخار ماء، تحولت المادة السائلة إلى بخار، فده يعتبر إيه؟ زي ما قلنا سابقا يعتبر تبخر. بتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بسبب الحرارة، ده اسمه تبخر. ننتقل للصورة الأخيرة عندي في السؤال. آدي ده كان عندي رجل التلج اللي حكينا عنه قبل كده، بسبب حرارة الشمس تحول إلى ماء، فده يعتبر إيه؟ أيوة ممتازين، يعتبر انصهار. ليه انصهار؟ لأن الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بسبب الحرارة، يبقى ده انصهار. يبقى ده تحول يعتبر انصهار، لأن تحول من تلج صلب إلى ماء سائل. وبكده طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني، بنكون خلاص أنهينا حل مذكرة التدريبات الإثرائية للصف الثاني لاختبارات نهاية العام، وده كان الجزء الثالث من المذكرة. الجزء الأول كنا حلنا فيه الأسئلة الاختياري، الجزء الثاني حلنا فيه أسئلة التوصيل وأسئلة صح وخطأ، الجزء الثالث حلينا فيه أسئلة صندوق الكلمات والأسئلة المقالية. نتمنى لكم دوام النجاح ودوام التوفيق، ونتمنى لكم النجاح بتفوق باهر إن شاء الله في اختبارات نهاية العام. وباسمي وباسم مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وباسم قسم العلوم العامة وزملائي في قسم العلوم العامة، نتمنى لطلابنا الأعزاء وخصوصا طلاب الصف الثاني النجاح إن شاء الله في الاختبارات القادمة، اختبارات نهاية العام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحياتي الأستاذ خالد زكريا معلم الصف الثاني بالمدرسة.